تعلن لجنة المناقصات والمزيادات الكبرى عن بيع أغنام نوع واس في أمباب. الأغنام المراد بيعها مقسمة إلى ثلاث مجموعات رئيسية موزعة على عدد من الشبوك كما يلي: المجموعة ألف وتضم 10 شبوك، حيث يحتوي كل شبك على 100 رأس من الأغنام، 92 ذباح مخلوط مع إناث غنم وعددها 8 فحول. المجموعة باء وتضم 10 شبوك، يحتوي كل شبك على عدد 200 رأس. الشبك رقم 1 و2 يحتوي على 200 رأس خليط بين ذباح وإناث فطائم. أما الشبوك من 3 إلى 10، كل شبك يحتوي على 180 معظمها وليد مع صغارها، والباقي دفيع على وشك الولادة مع 20 فحل. المجموعة جيم وتضم 6 شبوك بالتفاصيل التالية: الشبك رقم 1 يحتوي على 570 إناث وعدد 30 فحل. أما الشبوك من 2 إلى 6 تحتوي على 475 من الإناث وعدد 25 فحل. تقدم العروض على البريد الإلكتروني لجنة المناقصات والمزيادات الكبرى بوزارة البلدية والبيئة أو في الصندوق المخصص لذلك حسب ما هو موضح بالإعلان. لمزيد من الاستفسار يرجى اتصال على هاتف 184.